في السادس عشر من شهر آب الجاري أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن إطلاق الأموال المجمدة لمحافظة نينوى والبالغة قيمتها أكثر من 431 مليار دينار، ويعول المواطنون في مدينة الموصل أن تشهد المدينة حملة إعمار كبرى لإعادة الحياة إلى المنطقة القديمة والجانب الأيمن. المسؤولون في الحكومة المحلية في نينوى يؤكدون أن الأموال ستصرف في إعادة إعمار الواجهة النهرية في الموصل القديمة وبعض المشاريع الإعمارية الأخرى، لكن رغم ذلك فالمواطنون متخوفون من هدر هذه الأموال وسرقتها، ويطالبون المحافظة بعدم منح الفرصة للفاسدين لنهبها، كما يطالبون السلطات المعنية بمراقبة أوجه صرفها. والله تبقى يم المسؤولين على الأموال اللي راح تجي هم وضميرهم، تبقى إذا يوازوها بعدالة أو ما يوازوها مثل مشاريع. والله ذولا لهم حصة بكل شيء، بس نتأمل هالشيء هذا ما يصير، يعني النزاهة مثل ما يقول يوثقون دورهم بهالمشوار هذا إن شاء الله وتنهض الموصل مثل ما كانت. ويرى الموصليون أن 431 مليار دينار التي سيتم إطلاقها يجب أن تصرف على المشاريع الخدمية بدرجة أولى للنهوض بواقع المدينة، ويؤكدون الحاجة الملحة إلى إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة ولا سيما الدوائر الحكومية والمؤسسات الصحية، متأملين أن يفي المسؤولون بوعودهم تجاه الأهالي. والله زيارة السيد الكاظمي لمحافظة نينوى إن شاء الله تكون مثمرة، يعني نلاحظ بعض الأمور عم تتغير بالمحافظة من خلال زيارته اللي جاي، من إعمار من تطوير، ويريد يشوف المدينة بحالة أحسن مما كانت عليه سابقا، وإن شاء الله تكون زيارته مثمرة لهاي المدينة. تصور أن الفاسدين راح يكون مقصة من هذه الأموال والمشاريع؟ والله هاي تعتمد على الرقابة، ومثل ما يقول إذا محاسبة شديدة لهم، أما إذا ما يحاسبوهم اعتيادي راح يزيدون أكثر من السابق يصيرون، بس إذا عقوبات صارمة باتجاههم ماكو مثلا يمسك موظف فاسد ماكو لفت نظر أو نقل، هاي فصلوا مكانه يصعد مكانه غيره يخدم هالبلد وهاي المحافظة. والله هي تكون أكو خطة يعني نحو الأحسن، كان وضعت خطة على أساس خطة ناجحة ومثمرة تجاه هاي المحافظة. كما دعا المصليون إلى ضرورة استئناف المشاريع المتلكئة منذ عام 2014، وطالبوا بتوفير المرافق الضرورية، وأوضحوا أنه إذا تم تنفيذ هذه المشاريع إضافة إلى المشاريع التي تنفذ حاليا ستحقق المدينة خطوة مهمة في ملف الإعمار. مشاريع متوقفة من 2014 وإلى حد الآن، وإن شاء الله المحافظ وبجهود الخيرين أنه تنطلق الأموال. والله المشاريع هو الماء والكهرباء أهم شيء، لأنه الكهرباء وأتوقع صار يومين ثلاثة الكهرباء متحسن والمستشفيات، وهذا أهم شيء.